بحييكم مشاهدينا وين ما كنتوا. طبعا اليوم كلنا تابعنا الاعتصامات واصوات طبعا كل الهيئات والنقابات والمعنيين بموضوع سلسله الطب والرواتب. ما بعرف اذا صوتهم وصل على قاعه مجلس الوزراء، ولكن اليوم المطلوب على مجلس الوزراء وبعدين على النواب تنفيذ قانون سلسله الطب والرواتب فورا وايجاد حل دستوري او بديل دستوري وقانوني، حتى طبعا لقانون الضرائب يلي هو بده يمول السلسله، مع العلم انه اذا بتصدر الموازنه بيكون احسن واحسن، لانه نحن اشتقنا هالبلد ينتظم ماليا، يكون عندنا موازنه وعلى ضوء السلسله اكيد بتاخذ يعني الكل بيقبض من خلال الموازنه. معلومه. بمعلومتنا لليوم، وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوء مدد تراخيص العازل لأشعة الشمس بصورة استثنائية، وجاء في التعميم يلي أصدره ب 25 أيلول أي من يومين أو بارح، بيقول أنه الحاقا للتعميم الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات رقم 16 على صاد ميم تاريخ 17/2/2017 تمدد كافة تراخيص العازل لأشعة الشمس والتي تنتهي مدة صلاحيتها بتاريخ 28 شباط 2017 و31 أيار 2017 و30 أيلول 2017 لغاية 28 شباط 2018. اتصالاتكم مشاهدين على 04-444-444 بأخذ اتصال. ألو ألو، بونجور. بونجور مدام ربيكا. نعم معك مدام من عمشيت. اي اهلين عم عبود. اهلا مدام عبود. مدام لنا 3 سنين بلا مي، رجعنا السرايا والسرايا بتقلنا بكره هلا ابني عم بيقولوا للدكتور طوني عيسى بدهم قدموا طلب مشان يغيروا لنا السكر من 3 سنين لهلا. ولو السكر بده 3 سنين؟ سكر المي بده 3 سنين؟ والله هيك قال لي امبارح جميل عندنا، مش الجميل قال لي هيك، قال بدنا نراجع ايش اسمه الدكتور عيسى ونقدم طلب لنعملكم. يعني دولة ماشية على الديزل يعني على نعم السلحفات. نعم ماشيين على الكذب، قلنا 3 سنين صدقي ماشيين على الزلحفة على الزلحفة على الزلحفة ماشيين على الزلحفة هيك يعني. مظبوط معك يا حق. ايه ماشي الحال. اذا ممكن ان شاء الله بدنا يتركب هالسكر بقى، رح شوف رح تابع اكيد. اهلا فيكي. كمان اتصال. هلو. أهلين مدام. بونجور. بونجور. معك مستمعة بتحب تسمعك كثير. أهلا وسهلا. أنا بدي أقول لك شغلة. نعم. فتت على سوبر ماركت بالأشرفية. نعم. إجا كشف من وزارة الصحة. نعم. بس شافوا وزارة الصحة بشيل 20 دولار من الصندوق وبيعطيها للكشف للي عم يكشف، بيقول له غطي لي اياها، بياخذ ال 20 دولار وبفل. اف شو رخيص، بس 20 دولار؟ نعم. اف شو رخيص؟ نعم. على القليله يعني شي هيدا يعليهم نتفه يعمل قيمه لحاله شوي. بعدين شغله ثانيه بدي اسالك سؤال. تفضلي. ليه هالوزراء والنواب ما بيدفعوا سلسله الرتب والرواتب لهالمعطرين؟ ايه من وين بيدفعوها مدام؟ من إيه؟ من معاشاتهم يعني؟ جيبهم فاضيه. لا ما بيصير. ما انهم موسعين جيبهم قد ما بيقدروا. مدام هن سهرانين لخدمه الناس، كيف بدك تشرحي بسيطة؟ ما هن لخدمتنا وتشريعات بتشرفنا كثير، ما في قانون صدر الا ما في عله. هون بالاشرفيه من بعد الساعه 7 تعي شوف البنغلاديشيه والسوريين والاثيوبيه والفلبينيه اي سهر. اي بلدية عم تسهر؟ ليكي مدام لقلك شغلة، يعني بتأسف إذا كانوا مراقبين عم يرتشوا، يعني يا ريت بعرف اسم واحد منهم ارتشى، لأنه يعني للحقيقة بيكون شو بعد فيه؟ شو بعد فيه؟ اثنين، موضوع النواب والوزراء يعني هن يعملوا شغلهم على الأصول كانت الدنيا بألف خير.
دين مش بس بألف خير، بألف ألف ألف خير. للأسف الشديد يعني جاي الانتخابات على الناس تعرف تختار، أكثر من هيك ما فيي أقول لك شيء. كمان اتصال. ألو ألو ألو. أهلا مسيو. مرحبا مرحبا. أنا المريض. أنت المريض؟ أنا سلامتك. مش لبنان المريض، أنت المريض. إيه إيه شو عندك؟ عندي بدنا دواء هيدا للحم المالطية اسمه ريفادين. إيه شو بو؟ مقطوع؟ إيه مقطوع؟ مقطوع من كل الصيدليات، قال الوزير محتكر بوزارة الصحة. ما بيحتكر الوزير دواء، بس في شغلة إذا كان مقطوع بيبقى بكون له بديل. سألت طبيبك إذا في بديل للدواء؟ ما في بديل لإله أبداً أبداً أبداً. طيب خليني أحكي وزارة الصحة دشوف هلأ احتكار. لا بس أنا اللي بعرف أنه معالي وزير الصحة عم يعمل إعادة نظر بكل الأدوية يعني، بس مش مجمد دواء. خليني أسأل وزارة الصحة وجاوبك. أهلا وسهلا فيك لفادي. موضوع الأدوية إيه بفهم. اليوم إذا دواء انقطع لازم يكون في بديل، يعني دغري المواطن أو الصيدلي بيقدر يتواصل مع الطبيب حتى يشوفوا شو البديل بينعطى للمريض. بس نحن كلنا بنعرف لما مريض بيكون معود على دواء معين من الصعب جدا يقتنع بدواء تاني. غريب ما بعرف ليه. بكل الحالات نحن بكرة بنتواصل مع وزارة الصحة لنشوف شو موضوع الأدوية ومنهم هيدا الدواء. وبجاوبك مسيو على أكيد بجاوبك. بدي أذكر أنه بعد المي معوكرة من بسكنتا للمطيلب واصلة في عكار. هلأ اللي عنده فلتر ما بيشعر فيها كتير، بس إذا نظف الفلتر بيشوف كله وحل. ما بعرف ليه تركين الناس تاخد مي معوكرة، ما بعرف ما بعرف. ناطرين الشتاء تتعوكر أكتر بيعملوها فرد مرة كمان، ما بعرف. هيدا سؤال برسم المعنيين بمياه بيروت وجبل لبنان. ألو ألو. أهلا مسيو. إيه فيك تحوليني يا مدام ريبيكا؟ إيه معك ريبيكا معك. إيه كيفك؟ الحمد لله نشكر الله. معك جورج أنطونيوس مش لايز غطا. إيه أهلا وسهلا فيك. إيه الله يخليكي. منطر الدنيا تتشتي. نعم تتشتي. من السطح تيوصلنا مي على البيت. للأسف كمان. للأسف لأنه كل العالم عندها مي ترشعين فيختينا ومحولينا بدون رقابة على البيوت. أوف. يعني اللي بيقوم بناية بيسخط القصر قد ما بده. حلو. اللي بده يسقي بيفخد قد ما بده وفالت الدنيا. اف انتو تابعين لمؤسسة مياه لبنان الشمالي ما هيك؟ اكيد اكيد. مجليه صغرتها. مجليه وين؟ بمجليه اولا اخرها حي اي حي؟ كل مجليه ضايعه جوا. كل مجليه بدي اشوف مع المياه تشوف شو القصه. بس هيك يعني عينك على تاجر كل واحد بيطلع باله بيفتح عنده يعني غريب. يعني يفتحوا أثر رشين يعني مية رشين أثر كبير. أكيد أثر رئيسي هذا بيوزع على المنطقة كلها. كل واحد بيفخد قدام بابه وبيشيل. ما في معنيين ما في رقابة. وين وين النواطير دخلك؟ نواطير عشو؟ البلد فالت كله. البلد فالت. شو واحد بده يحكي؟ الله يعين. ما تحكي لأنه مزبوط فالت. تشد الدنيا تنحقن هالسطح تيجينا شوية مي. يا عيب الشوم. يلا ماشي الحال. رح شوف مع مياه الشبل مع مياه مؤسسة مياه لبنان الشمالي شو بيقدر ينعمل بهالحالة هي. أهلا وسهلا. كمان اتصال. ألو. أهلا تفضلي مدام روبيكا. نعم بونجور حبيبتي. بونجورين وحياه عينك مدام روبيكا. عندي شكوى ببرج حمود. نعم. أنا صار لي سنتين ما دفعت المي لأنه عم بشتري مي للشرب وللخدمة. نعم. انترنت ما عم بلحي وتعرف على أدنى بقى. هلا رحت لادفع طلع علي 680. اي يعني سنتين. انا لفاتورتين سنتين دفعتهم. نعم. قالوا له روح على برج حمود شوف شو بدي يقولوا لي. اوكي رحنا على برج حمود طلعنا لعندهم قالوا لي مدام بدك تروح تجيبي المساحه البيت قديش هو كبره. ليه؟ قلت له هيدي لشو؟ قال لي هيك جيبيها وبتجي لعنا. لا يعني تزيد لا يزيدوا لك عيارات المي يعني يعطوك ايه عيارين عيار المي. ايه وهيك بتدفعي دوب وبلا مي. دفعت بس هلا شو بيقولوا لي؟ جيت لعندهم قال مدام بدك تعملي هلا طلب جديد. قلت لهم لعشو بدي اعمل طلب؟ اوكي طلب جديد لان شالوا لي العيار. اوكي. ايه اوكي. طيب شو بدي اعمل؟ قال مدام هلا انت كنت تاخذي متر هلا صار بدك اعطيكم مترين بالقوه. بالقوه ما بنصير شيء بالقوه يا قيه. نحن متر وما عم يوصل وما عم توصل المي.
كيف بدي ادفع لك مترين يا خيي؟ انا بقدر ادفع مترين؟ انا بنصحك، انا صار لي 50 60 سنه بهالبيت. بتعرفي شغلي مدام، هيك هيك ماشي على هالستان، قولي لهم ميرسي وقفوا لي الساعه هيك هيك واقفه، وميرسي ما بقى بدي مي من عندكم. شو بدي اعمل؟ يعني عم تدفعي دوب على ما مي، ما في مي، ما في مي. وبعدين ليش بيقولوا لي انه بدك تدفعي مترين؟ انا ليش بدي ادفع مترين؟ انا عندي متر، هني متر متر مش قادرين يعطوك، رح يعطوكي مترين يا ما هني بس بهمهم يفوتوا مصاري. ايه بس ليش مش اكثر؟ يمكن هيدا النظام، شو بعرفني، يمكن هيدا النظام. النظام هيدا النظام مدام مقربك، انت معقول هيك يصير بالعالم؟ اكيد لا، اكيد حرام لا. يعني انا متر ما عم بقدر، كمان بدهم بالزور لا يعطوني مترين. يا خي ما بدي مترين انا، هلا البيتك كبير بس هذا اخذينه من زمان، من 65 سنه مدام. لو كبير شو بعملكم مدام؟ اذا اخذتي متر ولا نص متر ولا مترين ولا ثلاث متوره، اذا ما عم توصل المي عندك شو بيضمن لك؟ رح يبعث لك مي؟ لا في مي بالبنايه، هن الجيران عم توصل المي بالبنايه، بس انا ما بدهم يعطوني. مين ما بده يعطيك؟ الجيران؟ لا الشيء اسمه اللي تحت باللايدا بالبرج حمود بالشركه، بتقول يا خيي بدي ادفع هلا اوكي بدفع انا هلا على عيار جديد قد ايه بتريدوا تكرم عينكم، بس انا ما بقدر ادفع مترين، حرام ما بقدر. 100% ليه بتجبروني؟ 100% ليكي انا رح اسال اذا شغلي اختياريه ولا الزاميه بهيك حاله وبجاوبك. اوكي خبريني كيف بدي احكي معك سري من اي ساعه انا واقفه على الخط لاقدر اخذ تركي رقمك مع دوريس، نحن بنطلبك تركي رقمك مع دوريس، يعني ما تسكري دغري، رح تحكيكي دوريس بس تطلع، هي رح تحكيكي دوريس تاخذ منك الرقم، ما تسكري. باخذ خط ثاني بهالوقت. الو 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 ايه تفضلي مدام. الو مرحبا مدام روبيكا. نعم تفضلي مدام روبيكا، انا عندي وضع كثير كثير صعب مدام روبيكا. الو ايه عم بسمعك. ايه مدام روبيكا مرحبا. مرحبا مدام روبيكا. شو عندك؟ شو بكي؟ ما انا عندي وضع صعب كثير كثير، انا عندي ثلاث اولاد مرضى، عندي بنت مشلوله نعم عمرها 5 سنين وما بتمشي اوكي، وعندي ولد ثاني كمان عنده مشكله على الروايه، وبنت صغيره عندها كهرباء بالقلب، وما حدا عم بيساعدني ابدا ابدا ابدا، وضعي جدا جدا صعب، ما ضليت حدا ما نشدته، ما ضليت حدا ما قصدته، ما حدا عم بيساعدني، انا حبيت اتواصل مع برنامج الحل عنا حتى تساعديني، حتى حدا يسمعني ويساعدني، ما في اي حدا عم بيساعدني، بنتي قاعده بتختها مريضه مشلوله، اللي مثلها بيروح على المدرسه، اللي مثلها يعني بيلعب مع الاولاد، المجتمع كله رافضها. وكل نهار صريخ وعيد صريخ وعيد من وجع راسها، عندها عمليه ما قادرة اعمل لها اياها، وانا طالبه منك مدام روبيكا تساعديني. وين قاعده مدام؟ انا قاعده على مار الياس. مار الياس بيروت؟ نعم. عندك حدا عم يشتغل؟ انا عندي جوزي، بس جوزي مريض كمان، يعني أنا مأساة، مأساة كبيرة، وضع ووضع بيتي مأساة كبير، ثلاث أولاد وثلاث أولاد مرضى، ما عم بقدر أحكمهم، ما ضل جمعية ما قصدتها، ما ضل حدا مسؤول ما قصدته، ما حدا عم بيساعدنا، ما حدا عم بيساعدني أبدا، وعندي ولد كمان مات خسرته لأني ماني قادرة أحكمه، وهلا عم بخسر ولد ورا ولد لأني ما قادرة أحكمهم. مدام حتى على وزارة الصحة إذا انعمل استثناء كمان ما فيك تحكميهم بمستشفى حكومية؟ جربتي؟ مدام روبيكا مشكلة بنت عملياتها بتعوزهم بالجامعة الأمريكية، لأنه هي عندها مشكلة بالراس، عندها مي بالراس، والنابور اللي بتعمله بالجامعة الأمريكية ما في منه إلا بالجامعة الأمريكية، ما بيتغطى من الوزارة؟ ما بيتغطى. انا كذا مره رحت ما حدا ساعدني، ما حدا ساعدني، حتى ابني بعوز كل شهر ابرتين، عنده تشمع على الروايه، ابره سناجت، كل شهر بده ابرتين، الابره حق $1000، واوقات بعوز طوارئ كثير وبعوز مستشفيات، وهذا كله انا ما لي قدرته، يعني بنتي مشلوله بدها عمليه لاجريها، كيف بدي اعمل لها اياها لتمشي؟ هي كل الوقت بتبكي، بتشوف الاولاد عم يمشوا وهي قاعده، انا شو بدي اعمل لها؟ ما اقدر اعمل لها شيء ابدا ابدا ابدا. عندك رقم تليفون لنشوف اذا حدا بيقدر يساعدك يتواصل معك؟ نعم عندي. اعطيني 79 اوكي 120 اوكي 906
في حكيم عم بيشوفها للبنت، عامل لها يعني ملف طبي تشوف شو بدها، شو عايزه، عمليات ولا شيء. هي نعم، اذا بتحب تسالي، هي بالجامعه الامريكيه عند دكتور مروان نجار، هيدا حكيم كثير شاطر، وهو كانت هي عم بتموت من فتره وهو عمل لها العمليه، بس انا هلا ما بقى، هلا هي بحاجه لصور ولجهاز ثاني لراسها، هلا هي ما بتروح مدرسه لانه مقعده، حتى ما عندها كرسي تقعد عليها لحتى اقدر ظهرها شوي على الطريق، ما في عندها كرسي حط عليها وظهرها، قاعده بس بالتخت، يا بحطها بالتخت يا بحطها بالارض. طيب يعني انا بتمنى اول شيء، ما بعرف اذا وصل الصحه قديش بتقدر تساعدك، بدي اشوف. وإذا في حدا هلأ عم يسمعك أنا بتمنى يساعدوك، وأنا بهمني المساعدة تكون، يعني أنا اللي بهمني تكون في استمرارية بالشغلة، مش إنه واحد أعطاكي مبلغ وعملتي وبعدين شو، عرفتي؟ هلأ إذا أكيد في خيرين كتار، وإذا حدا اتصل فينا حابب يساعدك نحن نتواصل معك لنشوف، يمكن بلكي هيك على القليل بلشي تعملي شيء بعلاج بنتك. ما في قلك غير هيك، يعني بدي أتكل على الخيرين بالوقت ذاته، بدي اشوف مع وزارة الصحة إذا بيقدروا يعملوا شيء. أوكي؟ فاصل ومنتابع. منتابع الحل عنا عبر الام تي في، باخذ اتصال جديد. ألو؟ ألو؟ تفضل مسيو. بونجور. بونجور. بدي أسألك. نعم. بخصوص رخص الصيد. ايه حدث ولا حرج، يعني بدك اذا قدمت اليوم هاني اضراب ما عم تستقبل للوزارات للادارات، تنقول بكره اذا قدمت خد شهر ونص وانطر اي متى بتاخذ الرخصه؟ ما هيدي بكون خلص 15 كانون وخلص الموسم. كانت ب 100,000 صارت ب 250,000. واذا ما عندك رخصه باروده بتدفع فوق، بتكلفك من 100,000 900,000 بس. هذا حق، هذا حق البروده. هذا عم بقول لك انه هيدي اللي عاملينها قصص ال لي بون بوست، لي بون بوست وقصص شو اسمه تدريب على الصيد وما بعرف شو. ايه القوى الامنيه كانت. ايه ايه بدك تتدرب وبدك تجيب شهاده تدريب في فيها. هيدي انه اذا واحد عسكري معه حمايه الوطن بده يروح يعمل فحص عند واحد عادي كرمال جفت او بارود، انا هيك ما بقدر اعرف يعني اذا في استثناءات، بس بقدر اعرف انه تحدد قانون الصيد من 15 ايلول ل 15 كانون، ولهلا يلي قدموا رخص لهم اكثر من شهر ونص بعد ما اخذوا الرخصه، ما بعرف ليه. عم نحكي فيها. ايه وغير هيك كمان يعدلوا قصص فحص الصيد للقوى الامنيه ما يعملوها، انه ما مش معقوله بعدين يعني يرخصوها شوي. هلا ماشي الحال. اهلا وسهلا. كمان اتصال. اهلا اهلا. كمان اتصال. الو الو تفضل مسيو تفضل. الو بونجور. بونجور مدام ريبيكا. نعم. انا بس عندي شكوى بخصوص بدي اسال. وين عندي شكوى بخصوص الدي اس ال، عندي الانترنت. ايه له شي شهر معطل عندي، وحكينا على الشركه على ال 15 15. مزبوط. وبلغنا عن العطل وبعد لهلا ما حدا اجى، وبنراجعهم وما بعرف بيقولوا اوكي اعطينا رقمك بس نطلع نراجعك وكذا. وين مسيو؟ باي منطقه؟ انا بجلاله الايتا بعكار. ناصر عوكل معي. اهلا وسهلا فيك. الظاهر تد يوصلوا عكار بدهم وقت، عرفت كيف؟ بدهم وقت عكار، يعني كأنه مش من هالبلد. على كل حال ما بقدر أعرف هلأ إذا في عطل عام بالإنترنت ولا شيء، أنا علي بلغ كمان أوجيرو منشوف. أوكي؟ تواصل. طبعا على فيسبوك الحل عنا جيسي بتقلي مدام ريبيكا أنا عم بحكيكم من جبال، بالتحديد بوجه سوبر ماركت جبال الخط البحري، نحن عندنا مشكلة الخط في على الجسر التحتاني ما بيعمل ما بيحمل، خط الكهرباء ما بيحمل، هيدا بده مين يصلحه. وفاتورة 16 أمبير اجت 72 دولار والكهرباء 72,000، شيء مش مقبول. نشتري كمان في موضوع المي كمان نشتري ستان
ساعة بيقولوا لنا درناها، ساعة الضخ ضعيف، ساعة ضلوا جربوا كل نص ساعة، كمان كله كذب. أكثر من هيك ما بقى فيه. في أولاد صغار، في ناس مريضة، إنه معقول شهر بلا مي؟ بليز حدا يرد علينا وميرسي. مين بده يرد عليكي؟ نحن ردينا ونحن رح نوصل الموضوع، بس مياه جبال كوما كوما مدام، من هلا بقول لك إنها كوما. جهاد بيقول لي عنا أنا قاعد بوجه الودن بأدونيس، إيش بالشارع عنا نزلة كتير قوية لأنه ما في مطبات، العالم عم تنزل مسرعة وبطلب منك تساعدينا تنلاقي حل كارثة قبل ما يفوتوا السيارات يا بالبنايات أو بالناس. كمان هيدي لازم نحكي مع بلدية زوق مصبح. نحن مننتقل لنقل مباشر.